علي نادر، عدى علي نادر ولعب الكره العرضيه الخطره يا سمير، يا سمير بيسجل سمير، يا مسا التماسي، الله عليك يا ابو قلب قاسي، حلوه حلوه حلوه، سمير محمد بيسجل الهدف الثاني بصدره، يا صدرك الحنين، يا مسا التماسي، الله عليك يا ابو قلب قاسي، حلوه يا ولد يا سمير، انما شوف علي نادر، علي نادر ما فقدش الامل في الكوره، وادي العرضيه من محمد وائل، وادي بقى سمير، سمير، طب بتفكركم بايه؟ بتفكركم بايه؟ هدف ابراهيم سعيد. فاكرين هدف ابراهيم سعيد في المباراة الشهيرة بتاعت الستة واحد، بتاعت الستة واحد، ادي اللعبة الجميلة جدا، وادي سمير محمد بيسجل، بيسجل بقى الهدف العاشر ليها على المستوى الشخصي، وهدف التقدم للنادي الاهلي في مباراة اليوم. الاهلي مشاهدينا الاعزاء يعود من جديد، وادي بقى التبديلات والتغييرات والكابتن احمد عبد الظاهر، وقراية جيدة جدا، قراية جيدة جدا للمباراة مشاهدينا الاعزاء، ويعني الاثنين البدلاء بقى اللي هو علي نادر واللاعب محمد وائل، والعرضية في اتجاه اللاعب سمير اللي سجل الهدف الثاني في مباراة اليوم. ترجع الكرة مرة تانية، لاعب هداف ولاعب مميز اللاعب سمير الحقيقة، اللي أيضا بيتواجد مع الدرجة الأولى بقى ومع مارسيل كولر. توصل الكرة مرة تانية إلى حارس المرمى، إلى حارس المرمى محمد عادل خليفة، تتلعب الكرة مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء لصالح لاعبي بتروجيت في وسط الملعب للاعب محمد كالوشا. يعني بقى تعليمات مارسيل كولر للجهاز الفني المعاون له بالتواجد في المباراة، زي ما حضراتكم شايفين أمام حضراتكم، هم متواجدين أمام حضراتكم في ملعب المباراة، الجهاز المعاون لمارسيل كولر، ويعني الراجل شغال، وفي الفترة القادمة كده بقى هيدي اهتمام كبير جدا لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وادي الإعادة وعلي نادر والعرضية وسمير بصدره الحنين بيسجل الهدف الجميل جدا في الشباك، الحارس بقى محمد عادل خليفة، اللي الأهلي بيتقدم بالهدف الثاني في مباراة اليوم مشاهدة.